السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في وصفة من وصفات مطبخ موني. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة. النهاردة هنعمل وصفة دايت حلوة قوي وجميلة ومشبعة، وهي صينية كوسة بالجبنة في الفرن. المكونات واضحة وسهلة وبسيطة وموجودة عندنا. دي عبارة عن ايه؟ من 5 ل7 حبات كوسة مبشورين ومعصورين كويس جدا، زي ما هو واضح معصور منها المية خالص بتاعتها، والمية بتاعتها ما بنرميهاش، ممكن نستعملها في شوربة الكوسة اللي عملناها قبل كده، او نحطها في تتبيلة اي اكل يكون فيه فراخ مثلا. بنعمل ايه تاني؟ معانا كمان جبنة، جبنة حوالي 2 كوباية من الجبنة تكون قليلة الدسم. انا هنا بستعمل جبنة عادية قليلة الدسم، يعني زي الجبنة مش عارفة اوضحها قوي، يعني زي مثلا الجبنة كده، زي الجبنة الفيتا بس دي قليلة الدسم خالص. تمام. معانا كمان 2 بيضتين، هنستعمل 1 او 2 على حسب ما الكوسة تاخد معانا. ومعانا بقى هنا معانا 1/4 كوب شوفان مطحون زي الدقيق، فلفل اسود، ملح، ربع معلقة بودرة ثوم، بابريكا، ومعانا للوش زعتر وسماق وروز ماري، وكمان هنرش كمان ممكن بابريكا، وطبعا بيضة علشان الوش. الطريقة هنعمل ايه؟ هنجيب صينية صغنونة او بولة صغيرة، وهنبدأ نشتغل دلوقتي. في البولة احنا حطينا الجبنة وهنبدأ ان احنا نهرسها. احنا ممكن نستعمل اي جبنة يا جماعة تكون لايت، الدسم بتاعها قليل. هنبدأ نهرسها كده، نهرسها كويس. بعد كده نحط الكوسة، ونحط بيضة ونشوف هنعوز بيضة كمان ولا لأ. نحط البيضة ونقلبها كويس، نقلب كله كويس. ممكن ان احنا نستعمل ايدينا. احنا هنحط كل المكونات تقريبا على بعض. هنحط دلوقتي عشان نقلب كله مرة واحدة، نحط 1/4 كوب الشوفان، وبودرة الثوم، والملح، نحط رشة ملح. نلاحظ ان الجبنه فيها ملح يا جماعه. ونحط سنه فلفل اسود، حاجه بسيطه، ونقلب كله. نحط بقى الكوسه، هقلب وارجع لكم تاني. كده قلبناها كويس، نحط بقى رشه البابريكا علشان نسينا نحطها في الاول، حبه صغيرين كده، ونخلطها كويس. دلوقتي انا جبت صاج صغير وحطيت ورقة زبدة مسحها بزيت. هحط دلوقتي كل المكونات اللي انا خلطتها على بعض في الصاج وهفردها. تبقى حلوة جدا ومغذية جدا، ياريت ان انتوا تجربوها. فردها، يعني اتمنى ان انتوا تجربوها وهتعجب الاولاد، لان احنا بنقطعها زي شرايح كده او مربعات، وبتبقى حلوة قوي. انتوا ممكن تستعملوا اي نوع جبنة عندكم، حتى لو كانت الجبنة دسمة مثلا، بس لو ما اكلناش معاها عيش مثلا او اخدنا معاها سلطة بس، مش هيبقى فيها مشكلة.
دي ونحط عليها رشة فلفل اسود، ونمسح بيها هنمسح بس كده يعني عشان تكون مغذية اكتر. نحطها كلها ونوزعها هيكون افضل عشان تدي كمان لون وشكل واكيد طعم. وعلشان الوش بقى نحط شوية تكات هنحط ايه؟ هنحط رشة بابريكا، شوية الوان يعني حركات كده عشان الاولاد، رشة بابريكا، نحط كمان رشة زعتر على سماء. انا بموت في الخلطة دي يا جماعة، الزعتر على السماء مع الجبنة وعليها بقدونس ورشة زيت زيتون بيكون تحفة. انا بفضل افطر كده، اغلب فطاري بيبقى كده بصراحة. ونحط يعني سنة روزميري مش كتير عشان الروزميري نكهته بتبقى قوية. نقطر شوية سماء بقى علشان ايه؟ عشان خاطري انا بس كده. وهندخلها الفرن على درجة حرارة 180. وده بيكون شكل الصاج بعد ما طلع من الفرن. بنعمل له اختبار بالخلة كده زي الكيك بالظبط كده، بتطلع ما فيش فيها حاجة نظيفة، معنى كده ان هي خلاص استوت من جوه. ممكن ان احنا نقطعها شرايح او مربعات. ده بيكون الشكل النهائي للطبق بتاعنا، صينية الكوسة بالجبنة بالشوفان المخبوزة في الفرن. اتمنى ان انتم تجربوها. انا بس عايزة الفت نظركم الحاجة يا جماعة، لازم نستنى على عليها لغاية لما تبرد خالص ونقطعها، وبعد كده بنشيل ورق الزبدة من عليها بمنتهى السهولة. لو لقيتوا صعوبة ان انتم تشيلوا ورقة الزبدة قطعوها مربعات زي ما انا عاملة كده وشيلوا الورقة، بتطلع بمنتهى السهولة بمنتهى السهولة. بكرر يا جماعة ياريت ان انتم تجربوها، وصفة مغذية وجميلة وشهية، تنفع كغدا خفيف وتنفع كفطار وتنفع كعشاء، يعني تنفع في كل الوجبات فطار او غدا او عشاء. اتمنى ان انتم تجربوها وبألف هنا وشفا، وياريت تفرحوني بتعليقاتكم الجميلة وتقولولي رأيكم فيها ايه. وما تنسوش تشتركوا على القناة بتاعتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتي، وبألف هنا وشفا.